كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. جولة جديدة من جولات الدوري المصري النهاردة، المباراة الأسبوع 28 اللي هتجمع ما بين الأهلي وفريق السموحة على استاد الإسكندرية في تمام الساعة 9. مباراة مهمة طبعا جدا لفريق النادي الأهلي عقب يعني مباراة بيراميدز والتعادل الأهلي الأخير أمام بيراميدز. سريعا طوى النادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز بإيجابياتها وسلبياتها. مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع اللاعبين في أكثر من محاضرة، اتكلم مع اللاعبين على ضرورة استغلال انصاف الفرص وضروره تحقيق عدد وافر من الاهداف، وركز مع اللاعبين ان احنا نقفل خلاص صفحه مباراه بيراميدز. عرفنا اخطائنا واشتغلنا عليها بالامس، يعني بالامس في المران الاخير للنادي الاهلي ارتكز على بعض الجوانب الخططيه، ويعني ان هو ينوع شويه في المحاور الهجوميه، خصوصا ان الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق السموحه واحد من المديرين الفنيين اللي دايما بيضيق المساحات امام فريق النادي الاهلي ويحاول يلعب على الهجمات المرتده. مستر بيتسو موسيماني طبعا كان اتفرج على مباراه الدور الاول اللي جمعت ما بين الفريقين، وقف على بعض نقاط القوه والضعف في فريق السموحه، واتفرج ايضا على مباراه السموحه والاسماعيلي الاخيره لفريق السموحه واللي انتهت بهزيمه سموحه ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. طبعا مستر بيتسو موسيماني حاول هو ينوع شوية ما بين ان الاختراق من العمق من الأطراف، استغلال الكرات الثابتة، التسديد من خارج منطقة الجزاء، اتكلم مع اللاعبين وقال انا بثق فيكم وبثق في اي 11 لاعب. عندنا غيابات، عندنا مجموعه من الغيابات سواء وليد سليمان سواء محمد داني ناصر ماهر وايضا ولتر بواليا، في بعض اللاعبين بيغيبوا للاصابه، في لاعبين امثال بدر بنون اللي بيغيب للحصول على انذار الثالث. النهارده بيعود ايمن اشرف بعد غيابه عن مباراه بيراميدز. نتكلم بقى على تفاصيل اليوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النهارده اللاعبون تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 5:30. تحرك يعني لحظات ويكون التحرك الى ملعب المباراه. شدد مستر بيتسو موسيماني الكابتن سيد الكابتن سامي مع اللاعبين على ضروره التركيز النهارده. طبعا المباراه على استاد الاسكندريه، يعني هقود المباراه تحكيميا ابراهيم نور الدين حكم الساحه، يعاون شريف عبد الله ومحمد محمود لطفي والحكم الرابع حسين الكريمي، واثنين على تقنيه الفار وائل فرحان ومحمود ابو الرجال. طبعا من الامور اللي قدرنا نتواصل ليها من فريق سموحه والمعسكر الخاص بفريق سموحه والتشكيل المتوقع للكابتن احمد سامي، هيكون لهاني سليمان في حراسه المرمى، قدامه اثنين في قلبي الدفاع رجب نبيل ومحمود البدري، في اليمين اطهر الطاهر، وفي الشمال شريف رضا، في منتصف الملعب محمود حليم واحمد حمص، قدامهم ثلاثه احمد حمدي عبد القادر عبد الكبير الوادي مصطفى فتحي والاوغندي ديريك مهاجم فريق سموحة. مباراة إن شاء الله يعني بنتكلم أيضا على حالة الجو النهاردة في الأسكندرية، درجة الحرارة تتراوح ما بين 24 ل 25، نسبة الرطوبة قلت بكتير جدا بقت أفضل. إن شاء الله الفرصة مهيئة للعبة النادي الأهلي إن هم يقدموا مباراة كويسة جدا إن شاء الله النهاردة ويحققوا الفوز بمشيئة الله على فريق سموحة. دي كانت كل الكواليس، كل التفاصيل من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي. من جديد تعود الكلمة ليك تاني الكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا طمنا على كل الاجواء هناك، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدم مباراه جيده، وباذن الله يرجع منتصر من اسكندريه، وباذن الله يقدر يصالح جماهيره بعرض كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله. طولت عليكم قوي، كفايه كده، هنروح لفاصل وبعدين بعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا.